أهلا ولين مع روان وريان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل يومين قامت شيلا بالاحتفال بعيد ميلاد ساري سردانة، حيث قام زوجها الدكتور أحمد بعملها مفاجأة واحتفلوا بعيد ميلادها. وكان متواجد في عيد ميلاد عدة مشاهير من بينهم أسامة مرواش، شهد سيامند، عائلة راغود، وكمان لانا ولين. وهي أول مرة لانا ولين بيجتمعوا مع روان وريان بعد ما كان الجمهور بيتوقع إنه كان في خلاف بينهم، حيث في كل مناسبات روان وريان ما بنشوف لانا ولين. ونفس الشي حيث ما شفنا لانا ولين في عيد ميلاد روان وريان، وكمان نفس الشي ما شفنا روان وريان في حفلة عيد ميلاد لانا. البعض بيتوقع انه كان سبب الخلاف هو حديث لانا في مقابلتها مع دايلر عن التوأم روان وريان. اما غيث مروان وسر الورى اللي كانوا غايبين عن عيد ميلاد سالي، فغيث اليوم رجع يتفاعل بمجموعة من الاستوريات هو وزوجته سارة، واكد انه سبب الاختفاء انه هن كانوا عم يلعبوا بلاي ستيشن. وين الام ليش عم تتدخل؟ ما بخليها تسألوني بعدين، روح سألوا هي اللي تسألوني. عملتوا التوتوريال من عيني هي قبل هي، عملوا له انفولو تاون عندي يا راجل.